أعزائي طلبة المرحلة الثالثة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم هي تطبيق الحسابات الساق اللي أخذناها في المحاضرة السابقة. نلاحظ المثال التالي يوضح خط نقل محمول على 2 تور والمسافة بيناتهم 200 متر. نلاحظ بالرسم النقطة A هي تمثل التور الأول والنقطة B هي تمثل التور الثاني. المسافة الأفقية بيناتهم هي 200 متر. أيضا نشوف خط النقل مرسوم باللون الأحمر على شكل قطع مكافئ. أوطأ نقطة على الموصل هي النقطة O. نلاحظ أن المسافة بين البرج A والنقطة O هي L على 2، وأيضا المسافة الأفقية بين النقطة O والبرج B أيضا L على 2. نشوف السؤال أيضا منطينا الكروس سكشن إيريا للموصل هي 1.29 سنتيمتر تربيع، وزن الموصل لكل كيلوغرام كيلومتر هي 1170. أيضا منطين البريكنج ستريس 4218 كيلوغرام لكل سنتيمتر تربيع. المطلوب في هذا المثال حساب الساق إذا كان عندي السيفتي فاكتور 5. أيضا عندي الويند بريشر قيمته 122 كيلوغرام لكل متر تربيع. هنا عندنا ملاحظة مهمة، دائما الموصل يأثر عليه قوتين، احنا اخذناها بالمحاضرة السابقة. القوة الأولى هي الجليد المتجمع حول الموصل اللي يسبب زيادة في وزن الموصل اللي يسبب تدلي، وأيضا عندي قوة أخرى، طبعا هذا وزن الموصل راح يتجه للأسفل إذا كان حول جليد، وعندي قوة ثانية هي الويند بريشر أو قوة الرياح راح تأثر أيضا على الموصل وتزيد للوزن مالته، فراح يكون يا أما باتجاه الغرب أو باتجاه الشرق. أيضا يطلب بالسؤال الفيرتيكال ساق. إذا نجي هسه على الحل، عندنا الطول الكلي بين التو تور اللي بالمناسبة التورات هنا وقعت على مستوى واحد، المسافة بيناتهم 200 متر. الوزن للموصل لازم نوجده بالكيلو جرام، فمنطيها بالسؤال كيلو جرام لكل كيلو متر، فنقسم 1170 على 1000 فيطلع عندنا 1.17 كيلو جرام. عندنا الوركينج التينشن، نقدر نوجد التينشن اللي نرمزه بالحرف تي كابيتال. نلاحظ القانون موجود على يمين الصفحة اللي هو بريكنج ستريس في اريا على السيفتي فاكتور. طبعا هاي المعطيات كلها موجودة، نقدر نوجد مباشرة قيمة التي اللي هي 1088 كيلو جرام. ايضا نقدر نحسب الدايمتر اوف كوندكتر من خلال قانون المساحة اللي موجود على يمين الصفحة اللي هو اي تساوي لي باي في ار تربيع، اذا دي تساوي لي 1.28 سنتيمتر. الان نحسب الوزن الموصل نتيجة الويند فورس، نتيجة قوة الرياح، فراح نرمز له بالرمز WW small، والقانون مالته هو البرجر في بروجكت اريا ان متر تربيع. طبعا هاي كلها موجودة بالمثال. فاذا الوزن الموصل نتيجة قوة الرياح راح تكون قيمته 1.56 كيلوغرام. الان نوجد، بما انه عندنا اكثر من وزن فلازم اكثر من وزن للموصل فلازم نوجد الوزن الكلي، فالقانون موجود واللي هو الـ Total Weight تحت الجذر W زائد WI. هنا بالسؤال ما منطيني الـ I، هي الـ WI تمثل لي وزن الجليد، وزن الموصل بوجود الجليد، فصفر قيمته، فراح ننزل بس وزن الموصل اللي هو قيمته 1.17 تربيع طبعا، زائد وزن الموصل نتيجة قوة الرياح فقيمته 1.56 لكل تربيع تحت الجذر، فراح نحصل على الوزن الكلي اللي هو قيمته 1.95 كيلوغرام. الآن راح نحسب الساق اللي قانونه WT الوزن الكلي في اللينث تربيع على 8T. الساق نشوف من خلال الرسم الساق مرسوم بين النقطة B المسافة الأفقية بين النقطة B وأوطأ نقطة على الموصل. طبعا هاي المعطيات للساق لقانون الساق كلها موجودة، فراح يطلع عندي ساق هو 8 متر و 96 سنتيمتر. ايضا يطلب بالسؤال الفيرتيكال ساق. الفيرتيكال ساق القانون مالته هو S في كوساين ثيتا. الثيتا ايضا نقدر نوجدها من هذا القانون
اللي هو سبق ان شرحناه بالمحاضرة السابقة، اللي هو الفيتا تساوي تان انفرس دبليو دبليو سمول على دبليو، تطلع عندنا قيمة الثيتا هي 53.13 درجة. إذن vertical ساق راح تكون قيمته 5 متر و37 سنتيمتر. الاكزامبل الثاني، عندي تورات اثنين، طبعا هنا مستوى التور راح يختلف، راح يكون عندي واحد التورات اللي هو راح نرمز له بالرمز A يكون ارتفاعه 30 متر، والتور الثاني اللي راح نرمز له بالرمز B ارتفاعه 90 متر. طبعا هذين التورات يا اما يكون يحمل الموصل، طبعا الموصل مرسوم باللون الاحمر، اوطأ نقطة على الموصل هي النقطة O. شوف هذين التورات يعني عبارات مسطح مائي او نهر، فلهذا المسافة العمودية راح تكون بين النقطة A والنقطة B اللي هي تمثل التورات منطيها بالسؤال 500 متر، ايضا منطيني التينشن بالموصل 1600 كيلو. مطلوب من عندك المينيمم كلينانس اوف ذا كوندكتور اند ووتر، يريد المسافة بين أوطأ نقطة اللي هي O ومستوى سطح الماء، وأيضا يريد الميد بوينت اللي صايرة بين التو سبورت أو التورين. للعلم وزن الموصل منطنية 1.5 كيلوغرام متر. هسه نشوف طبعا بالمناسبة بما أنه مستويات التورات مختلفة فراح يصير عندي ساقين، ساق 1 وساق 2. لاحظ من الرسم انه الساق 1 موجود يم التور A، وساق 2 هي المسافة الأفقية أو عفوا المسافة العمودية بين النقطة B والنقطة O، ورامز لها بالرمز S2. ال H small، لاحظ ال H small هو عبارة عن طول التور الأول ناقصا طول التور الثاني حتى نوجد قيمة ال H اللي هو الفرق بين التورين، فعندنا 90 ناقصا 30 راح يكون عندي 60 متر. نلاحظ من الرسم أيضا أنه النقطة O تبعد مسافة مقدارها X1 عن البرج A، وتبعد بنفس الوقت X2 عن البرج B، فمجموعا المفروض ينطيني 500 متر. هنا أنا عندي بما أنه ارتفاع التورات مختلفة راح يقولنا يطلع عندي S1 و S2، فال S1 هي قانونها W في X1 اللي هي المسافة X1 تربيع على 2T، وأيضا S2 هي أوميجا في X2 تربيع على 2T. حتى أوجد قيمة ال X1 وال X2 فراح من الرسم أقدر أشوف أنه ال S2 إذا أنا قصها من الأسوار راح ينطيني H، وبما أنه أني H وجدتها قبل شوية قلت 90 اللي هو طول التور الأول ناقصا 30 فطلعت عندي 60، فإذا ال H عندي 60، فبدال ال S2 وال S1 راح أعوض القانونين مالتهم، فمن خلالها راح أقدر أوجد قيمة ال X1 وال X2. نشاهد أنه ال X1 طلعت قيمتها 122 وال X2 قيمتها 378 متر. حتى أوجد الساق الأول فأعوض ال X1 بالقانون فتطلع لي 7 متر. الآن هو يريد بالسؤال يريد المسافة بين أوطأ نقطة على الموصل ومستوى الماء، فراح نقص 30 ناقص 7 فراح يطلع عندي طبعا ال 30 هو ارتفاع التور A ناقصا 7 اللي هو S1، فراح نحسب المسافة بين النقطة O اللي موجودة حاليا على الرسم على الخط الأحمر، وهي المسافة راح تكون بين هاي النقطة نفسها ومستوى الماء اللي هي قيمتها 30 ناقص 7 راح يطلع 23 متر. الآن يريد النقطة اللي تقع في منتصف الموصل. طبعا هنا راح نفرض انه هاي النقطة تقع على مسافة X من النقطة O اللي هي أوطأ نقطة، بس هو يريد الميد بوينت،
ففرضناها ال P هي النقطة P اللي قلنا تبتعد مسافة مقدارها x. إذا حتى أحسب قيمة ال x فراح أقول x تساوي لي 250 ناقصا x1. إذا أقول 250 ناقصا 122 راح تطلع لي المسافة x هي 128 متر. إذا الأسمد الساقمد راح تكون قيمته بعد ما عوض الإكس راح تكون قيمته 7 متر و68 سنتيم. إذا المسافة حاليا هسه شي يريد المسافة بين أو يعني بين الميد بوينت ومستوى سطح الماء، فعندنا 23 متر اللي هي المسافة بين النقطة O ومستوى سطح الماء، زائدا المسافة اللي هي حسبناها اللي هي اسمت قيمتها 7.68، نجمعهم فراح تطلع عندي المسافة بين النقطة P ومستوى سطح الماء هي 30 متر و68 سنتيم. إلى هنا تنتهي محاضرتنا، تمنياتنا لكم بالصحة ودوام الموفقين.